stage, ladies and gentlemen, His Royal Highness, Prince Mohammed bin Salman. لا نعمل فقط إلا مع الحالمين، لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية، هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. لن يستطيع أحد أن يبني شيء مثل اليوم إلا في حالة واحدة، أن يدمر مدينة قائمة ويعيد بنائها من جديد. الفرق الذي سوف يكون في نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف. اليوم أهني أهالي منطقة تبوك بأنها سوف تسجل في خريطة العالم بعد مشروع البحر الأحمر ومشروع اليوم، وأعد جميع المناطق بأن سوف يحدث فيها نقلة نوعية مثل منطقة تبوك. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. الذي لا يستطيع أن يحلم لا يتفاوض معنا ولا يأتي لعوضنا.